الطماطم المصرية، لكن الجديد في جنون الطماطم داخل أسواق مصر وجود الطماطم الإسرائيلية. محمود أبو النجا مواطن مصري تقدم ببلاغ للنائب العام حول وجود طماطم إسرائيلية تباع في الأسواق المصرية. لقيت خضري ناس مستنية ينزل بضاعته، ودي لفتت نظري يعني. فأنا قاعد عادي لقيت في كراتين نازلة كمية كبيرة، الكرتونة أكنها كرتونة تفاح. فأنا قلت لهواجي بعد إذنك أحمد شوف لنا إيه دي، والناس ليه واقفة زحمة كده بتاع. فجأة قال لي دي قوطة بتباع كرتونة 3 كيلو ب 5 جنيه. أنا كنت على حد علمي إن في الوقت ده القوطة وصل 4 جنيه و 3 جنيه وحاجات كده. 3 كيلو ب 5 جنيه في كرتونة. قلت له خلاص أوكي. فأنا أخويا كان قاعد معايا، قلت له بقول لك إيه، ما تجيب لنا كرتونتين من القوطة دي ولا حاجة نشوفها. فأخويا قام رايح جايب 10 كراتين، اتصل بابنه قام واخدهم وراح على البيت. أنا كل ده ما شفتهمش عادي خالص. بس طبعا الموضوع فضل معلق في دماغي. فرحت البيت هناك بصيت على الكراتين لقيت كلها انجلش طبعا، وبعدين لقيت في مناطق منها مرشوش عليها زبري اسود. يعني انت عاوز تطمس معالم حاجه فرش عليها. فده يعني خلاني دخل جوا شك، ليه اللي يخلي كرتونه فيها 3 كيلو بالجوده دي القطايه؟ اولا تشوفها تفاحه، عارف يعني تفاحه؟ تفاحه في حجم في شكل في كل حاجه. قعدت ادور على بلده المنتج هو هي جايه منين او ليه. في المهم في ربنا كرمني فلقيت كرتونه الزبري فيها خفيف. فانا بالنسبه لي كانت مفاجاه ان انا لقيت ان بلد الصنع بالظبط كده انتجت في اسرائيل. الشركه الاسرائيليه اجرولوجيك والتي تم رصد منتجات من الطماطم لها في السوق المصري تأسست عام 1988، وهي رائدة في تصنيع وتسويق أنظمة متكاملة خاصة بالمجال الزراعي، ومقرها في مدينة نتانيا الإسرائيلية بالقرب من تل أبيب. الطماطم دي موجودة من يوم 2/6 لغاية وقتنا هذا. ماشي؟ أنا طبعا حطيتها في الشركة، لو أنت حضرتك واخد بالك مفيش أي تهوية في المكتب بتاعي غير التكييف. وطبعا بنمشي وبنبقى قافلين عليها، فطبعا درجه حراره بتبقى عاليه طبعا اكيد في المكان. ومفروض ان الكرتونه مكتوب عليها ان درجه التبريد بتاعها 12 درجه. احنا طبعا بنوصل هنا 40 درجه و35 و38 وحاجات كده، وهي لسه بعد 12 يوم زي ما هي. انا جبت من بيتي قطايه وحطيتها مع القطه دي يوم واحد بس، اقسم بالله عفنت. رحت مركز البحوث الزراعيه طبعا وزاره الزراعه، ودخلت سألت قلت أنا عاوز أحلل الطماطم دي على حسابي وعلى نفقتي الشخصية. طب ليه عاوز تحلل فيها هي؟ قلت لهم لا دي مصدرها إسرائيل، وأنا عاوز أعرف دي مسرطنة فيها أي حاجة، لأن أنا مش متخيل إن إسرائيل هتدعمنا اقتصاديا. فرحت هناك قالوا لا الموضوع ده إحنا مش جهة اختصاص، واطلع على وزارة الصحة. أما وزارة الزراعة بكل المراكز بتاعتها البحثيه دي كلها ومش جهه اختصاص في منتج زراعي، امال مين جهه الاختصاص؟ وانا كان مواطن مفروض عليا اسيب شركتي واقعد الف اسبوعين عشان عاوز كام سؤال في دماغي عاوز اجابه ليهم، مش عارف اوصل لحاجه. طماطم اسرائيليه باسعار زهيده دخلت السوق المصريه بشكل غامض وسط محاولات لإخفاء هويتها الإسرائيلية، وهذا ما يزيد الشكوك حول مدى صلاحيتها. أحمد سليمان، قناة التحرير. من الطماطم إلى الخيار، النهاردة مجموعة من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين كانوا أمام المحاكمة بمدير أمن بني سويف السابق، وحصل تأجيل للمحاكمة. تأجيل المحاكمة ودي مسألة منطقية أو بقينا تعودنا عليها، كل المحاكمات بتؤجل غالبا الخاصة